حديث عجيب. هدية الليلة دي قول تاني تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو انا بقول كده ان انا جربت ان هذا الذكر يتقال في الدقيقة الواحدة 6 مرات، 6 مرات في 40 ب240 ألف حسنة في دقيقة واحدة، 240 ألف في دقيقة واحدة. اسمع تاني، قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلها واحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له 40 ألف حسنة. في دقيقة واحدة.